أثار الدعم الأمريكي المتواصل لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد توترات بين الحليفتين في الناتو الولايات المتحدة وتركيا، مع استمرار الرفض الأخير لهذا الدعم الذي بدا واضحا في سنوات مقاتلة داعش في سوريا. وتعتبر تركيا القوات الكردية التي تمثل العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية امتدادا لما تصفه أنقرة بالتمرد الكردي داخل تركيا. فبعد أن قصفت المدفعية التركية مواقع كردية في شمال شرق سوريا نهاية شهر أكتوبر الماضي، سيرت واشنطن والقوات الكردية دوريتين مشتركتين الأسبوع الماضي، مما أثار حفيظة الرئيس التركي. إن الدوريات المشتركة التي تقوم بها القوات الأمريكية والأكراد في شمال سوريا غير مقبولة، نحن لا نرفض ذلك فحسب، مثل هذه التطورات ستؤدي إلى مشكلة خطيرة على الحدود. ومع تأكيد الرئيس التركي أردوغان المستمر عزم بلاده القضاء على المقاتلين الأكراد شرقي نهر الفرات، يرى مراقبون أنها أوراق ضغط على واشنطن لتأكيد نفوذه في المنطقة. وتوقع أردوغان موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وقف الدوريات المشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية الكردية على الحدود السورية بعد اجتماعه به في باريس على هامش احتفالات الذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الأولى.